يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ثبت في السنة مشروعية التبرك بجسد النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وفي أغراضه بعد وفاته؟ هل ذلك ثابت؟ نعم ثابت، ما انفصل من جسمه عليه الصلاة والسلام من العرق ومن الريق ومن الشعر ومن الثياب، ما انفصل عن جسمه صلى الله عليه وسلم فإنه يتبرك به، هذا ثابت. أما الأمكنة التي مر بها أو صلى فيها أو جلس فيها من غير قصد وإنما مصادفة، هذه لا يتبرك بها، لا يتبرك بها. نعم.